اعتذار ولا عندي ملاحظه على ابيات يعني فيها كسر. انا اشوف كنت كسرت يدك انت خلاص. اي خلاص هي فيها كسور لكن فيها واحد يعرج. طيب الاخوان في السوشيال ميديا نزلوا مساله السيناريو هات اللي من الجمهور. موضوع السيناريوهات ان اي شخص يكتب سيناريو يتعرض على اللجنه ويرشح السيناريو وكاتب السيناريو هذا يحفظ له حقه ويذكر نهايه العرض الاخير ان صاحب السيناريو كان فلان الفلاني. هذه فرصه لاظهار المواهب، فرصه لنثر ابداعات الجمهور، فرصه عشان ما تنتقدون وتقعدون تتشدقون علينا. يلا شاركوا وروا نجيكم. ليش انت اجبرتهم على مجموعات؟ ليش ما يكون في سيناريو متصل لجميع المتسابقين؟ ما فهمت. ليش ما يكون في مسرحيه كامله لجميع المتسابقين يشاركون فيها؟ ليش مجموعات؟ لا هي اللي مطروح سيناريو تبغاه مفرق. لا كان مكتوب نظام مجموعات مكتوب. لا 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 اللي جاني انا مو كذا قال بخصوص موضوع السيناريو. لا هو نزل في السوشيال ميديا. حقوقكم الادبيه محفوظه وتذكر نهايه العرض سواء اكتب السيناريو اللي عندك سواء مجموعات كامل ارنا يعني ورنا ابداعاتك واترك علينا الفلسفه في تويتر بس. والمفروض والله ان الحلقه انه باقي عندي كلام واجد لكن ختام سعيد تختم به اليوم. ختامنا اتمنى من الشباب ان يعودوا كما كانوا قبل الاجازه بروحهم الجميله وبلطافتهم.